ذكرت شبكة معلومات الصين الفرنسية أنه خلال فترة الوباء لعبت غرفة التجارة الصينية البريطانية دورا رائدا في تنظيم الشركات الممولة من الصين في المملكة المتحدة، وذلك للتغلب على الصعوبات تضامنا مع المجتمع البريطاني. وفي الآونة الأخيرة تبرعت غرفة التجارة الصينية البريطانية رسميا بالدفعة الأولى من الإمدادات الطبية إلى الجمعية الخيرية الرسمية في مدينة لندن، ومن ضمنها 20 جهاز تنفس ستلعب دورا مهما في إنقاذ حياة المرضى. وقد عبر عمدة مدينة لندن عن خالص شكره للشركة الصينية على مساعدتها في هذه اللحظة الحرجة. إن الدعم الهائل من غرفة التجارة للعاملين الطبيين البريطانيين في الخطوط الأمامية قد عزز ثقة المملكة المتحدة في هزيمة الوباء ودحره. وفقا لصحيفة الفينيكس الذهبي في ميانمار، إنه مع حالة الوباء العالمي التي يلفها التشاؤم والغموض، يجد الصينيون في الخارج أشكالا متنوعة من السبل في مكافحة الوباء، فمن أجل حل المشاكل مثل تعليق الدراسة ومصاعب الحياة ونقص المواد التي يواجهها الطلاب الوافدون، قدم رجال الأعمال الصينيين المغتربين مساعدات عاجلة لهم، مما جلب لهم الدفء والأمل. كما أنشأ بعض الصينيين المغتربين العاملين في مجال الصحة العقلية والطب الصيني التقليدي مجموعة تشخيص وعلاج بشكل مجاني لحل صعوبات الاستشارة للصينيين في الخارج وقلقهم بالإصابة عند الذهاب إلى عيادات الأطباء. وأفادت وكالة دراغون نيوز الروسية أنه مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم أصبح كثير من الطلاب الوافدين أكثر وعيا بمسؤولياتهم تجاه العالم، وفي مقدمتهم الطلاب الصينيون، حيث أنشأت جمعية الطلاب الصينيين بجامعة إنوي مجموعة عمل للاستجابة للوباء بالتنسيق مع القنصلية العامة الصينية في شيكاغو من خلال نشر مواد الوقاية من الوباء والمعلومات الوقائية. كما أنه بتوجيه من موظفي السفارة الصينية توفر طليعة الطلاب من اتحاد الطلبة الصيني بجامعة لندن في المملكة المتحدة مختلف المساعدات بهدف الوقاية من الوباء للطلاب الآخرين.